ما حكم من يسهر في بيته حتى قبل الفجر ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد الظهر ويصلي الفجر والظهر؟ هذا لا يصلي في الحقيقة، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر. إذا أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر لا تقبل منه، لأنه لم يصلي الصلاة التي فرضها الله عليه، وإنما صلى على حسب هواه، هذا لا تقبل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إضاعة الصلاة إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي، وهذا ليس له عذر، لأنه متعمد النوم، متعمد النوم، ويقول متى ما قمت بصلي. نقول لا تصلي، وش تصلي صلاة ما تنفع؟ لكن عليك التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة في مواقيتها ومع الجماعة. أما صلاة بدون توبة عن هذا الفعل ما تقبل. نعم.